صنف البنك الدولي مملكة البحرين ضمن أفضل الدول استثمارا في رأس المال البشري باعتباره محركا رئيسا للنمو الاقتصادي المستدام الشامل، حيث حلت في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر رأس المال البشري 2020 الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم ويقيس الإنتاجية المحتملة للأفراد المولودين حديثا بعد بلوغهم سن 18. وشهدت البحرين خلال السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يصنفها مؤشر دولي آخر هو مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وبحسب التقرير سجلت البحرين أداء مميزا في مجال التعليم مع احتلالها المراتب الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى التحصيل الأكاديمي، ومن بين أفضل 5 دول على مستوى العالم في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم. ويعد القطاع الصحي محل اهتمام الحكومة في البحرين تماشيا مع رؤية 2030، حيث تركز المملكة على أن تصبح مركزا رائدا في المنطقة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة.